حلقتنا مع الدكتور فؤاد الزهراني على لاكتواليتي الجفاف اللي دائما للاسف كاين وحاضر بحده في المغرب. التأثيرات ديالو واضحه وكاين اللي ما واضحاش بحال في المحاصيل الفلاحيه منها الزيتون. اليوم غادي نركزوا على زيت الزيتون بما اننا بلد منتج للزيتون، بما اننا تنستهلكوا زيت الزيتون والزيتون بزاف، فبغينا نعرفوا لو كونستا اللي كاين دابا فيما يخص الغله ديال الزيتون كيفاش تتاثرس من الجفاف. احمد سميره، كما قلتي الجفاف عنده تاثير ماشي غير على الزيت الزيتون ولا على الزيتون، على تقريبا كاع الاشجار المثمره، على الاشجار اللي ماشي مثمره، على الماء، على الفرشه المائيه، يعني الاثار ديالو خصوصا انه توالي سنوات الجفاف هو اللي خلى ان الوضعيه تكون شويه صعيبه. ما نساوش باننا حنا كاينين في حوض البحر الابيض المتوسط، وهذا الحوض هذا هو تقريبا عرف بزاف ديال التغيرات المناخيه، وحتى ان ارتفاع درجات الحراره راه تقريبا 20% فائت المناطق الاخرى، يعني اصلا حنا عرضه لهذه التغيرات المناخيه وارتفاع درجه الحراره. وكايضا ما نساوش ان الحوض ديال البحر الابيض المتوسط تقريبا 90% من الانتاج ديال الزيتون كاين في هذا الحوض هذا، يعني دول اللي معروفه، المغرب، اسبانيا، فرنسا، طاليان، تونس، يعني مجموعه من الدول ديال هذا، اليونان عندها، ولكن تنتشاركوا فلسطين، فلسطين، ولكن تنتشاركوا فاش في هذه الوضعيه الحاليه، التغيرات المناخيه، في هذا الجفاف، فتقريبا كاع هذه المناطق ديال الحوض البحر الابيض المتوسط تقاست بالجفاف، وخصوصا ان اشجار الزيتون تقاست. ولكن احنا عندنا مناطق في المغرب بزاف اللي تضرات، مثلا نهضروا على المنطقه ديال مراكش، الحطاويه، بني ملال، المناطق المنتجه اللي معروفه بالزيتون، اللي معروفه بالزيتون، فاس، تازه، يعني كاع هادو تقاسوا. انا بغيت نسولك حيت بزاف تنسول الفلاح تيقولوا لي شجره الزيتون ما تحتاجش بزاف الماء، واش بصح ولا لا هذه المعلومه؟ واخا دابا توالي سنوات الجفاف، هي شجره الزيتون من الاشجار اللي معروفه انها تتقاوم وتتكيف مع الجفاف، ولكن فوق طاقتك مناطق اللي جافه وتتبقى خضراء وتتبقى النبته ديالها خضراء الاوراق ديالها، ولكن فوق طاقتك لا تلام. المشكل ديال هاد شجره الزيتون هو انه الوقيته اللي تيتزاد الجفاف وما تيبقاش الماء بزاف، فتتبان شنو تدير هي اصلا باش تادابتا، باش تكيف مع هاد الظروف المناخيه الصعبه، فما تتوليش تولد بزاف وما تتوليش تعطي ثمار كثيره، وحتى الثمار اللي تتعطيهم تيكونوا مكمشين، يعني ناقصين من الماء، لان هذه طريقه ديالها باش انها تقاوم هذه الظروف المناخيه الصعيبه. اذا هي راها قاومات، ولكن ملي تتوالوا سنوات الجفاف من بعد تيولي انها تتولي تيبس، والا تقاش الجدر ديالها يعني هذيك صافي ما بقى ما يدار. ولكن غادي نعطيو في النصائح شنو نقدروا نديروا في هذه الوضعيه هذه. واخا الثمار فاش تيبس هذا هو اللي تيؤدي الى قله او ندره الزيت ديال الزيتون، لان فاش تعصر ما تعطيش بزاف الزيت. راه تقاسمنا وصيفطيه ليه شكرا سميره واحد الروبورتاج اللي دار في مواقع التواصل الاجتماعي وشاف مع الناس الفلاحه، ف 100 كيلوغرام يعني غير مؤخرا 100 كيلوغرام شحال تعطيهم؟ 9 لتر. 100 يلا تسعود 13 لتر وتتعطي اكثر، يعني شوف الطحنه الاولى تتكون شويه قليله، ولكن راه كاين اللي توصل 20 21، اما باش تعطيك يعني كاينه ازمه. واو، وهذا الشيء اللي تيخلي ان الثمن ديال الزيتون قلال، لانه قليل في السوق، كثر كثر الثمن ديالو، غلى الثمن ديالو، وهذا الشيء اللي خلى ان الكميه ديال زيت الزيتون يعني قليله، وحتى ذاك الشيء اللي كاين فالثمن ديالو تيطلع، لان مفهومه الفلاح خاصو حتى هو يتبروتيجا وخاصو حتى هو. وهذا الشيء تيشجع كذلك الناس اللي ماشي مزيانين انهم يغشوا في الزويته. كل ما كانت الازمه ديال النقص في الطلب غادي يبداو النقص في العرض، النقص في العرض وتيكثر الطلب، فكاين الغش والتدليس تيتزاد، هذه حوايج معروفه، ولكن حنا تنركزوا على انه كاينه ازمه ديال هذا زيت الزيتون، وهذا الشيء علاش بغيت نعطي بعض النصائح اللي خاصنا. غير قبل من النصائح الله يجازيك بخير، دابا زيت الزيتون والكيلو ديال الزيتون، حيت كاينين الناس اللي تيديروا مسلاله في الدار وكاين اللي تيعصروا بيديهم الزيتون كيف ما قلتي لنا نصحتينا واحد المره، ما نبداو ناخذوا الزيتون نمشيو نعصروا حنا في المصالح تبعينينا. هادشي تيديروا اغلبيه الناس. دابا تقريبا الاثمنه فين واصله؟ ديال الزيتون الخضر وديال الزيت البلديه. شوف ملي تنهضروا على الثمن فالكيلو دابا تيهضروا على 20 كيلو 20 درهم للكيلو، كاينين دابا مؤخرا انا في الروبورتاج صرت 15 درهم 25، كاين اللي دابا 13 درهم، كاين اللي دابا 260 260 260 ريال 300 ريال،
ولكن الثمن غادي وغادي يبقى مي غادي يقلل يعني العرض الكميه تتقلل فالثمن تيكتا. اما نبتعو به نمشيو نشريو دابا راه هاد نمشيو نشريو الزيت راه هي اللي تيخلي انه تيتزاد بزاف وتيتال الثمن واش نديرو كيولي العرض طلب قليل صبروا شويه ونتمنوا. المهم هو ما غاديش يعني يغيتنا السنوات القادمه مي هاد السنه راه الغله راه كاين حيت هادي وقت الزيت هادي وقيتو وكاين مشكل الثمن ديالو راك شتي في الاسواق راه ما بين 100 كان 100 دابا راه 120 درهم الناس شراو مؤخرا 125 درهم باش تشرا تنشريو ب 55 درهم لليتر 135 شويه 40 شويه 50 60 55 وصلت 100 درهم دابا بطبيعه الحال وغادي يبقى يتزاد. وهادشي راه شوف راه الاثمنه راه غاليه راه ماشي غير في المغرب غير باش يعني الامانه ولكن في اوروبا زعما قلب كثير إيه قل لان الثمن مثلا الا كان تيديروا نقولوا حنا نعطيو واحد الا كان في الاول 20 درهم فدابا ولا بواحد 50 درهم يعني تزاد عندهم حتى داك الزياده اللي عندهم لانه الغلات تقاست ولكن ماشي بحالنا حنا تضررنا وهذا الشيء على حساب هذا الشيء اللي خلى انه مثلا يداروا بزاف ديال المؤتمرات وبزاف ديال الناس يبحثوا في هذا المشكل يعني ديال البحر الابيض المتوسط راه ماشي عندنا في بلادنا. واخر مؤتمر كان دار في مدريد اللي تيتكلم على كيفاش نحسنوا من الانتاجيه. دابا حنا عارفين بانه بحال دابا في المغرب عندنا بزاف ديال الانواع الحوزيه الذهبيه المناره كاينه انواع ديال الزيتون كاينه الزيتون الاربيكينا كاينه الاربوسانا يعني شي سميات عمرني ما عرفت هاد الاسماء كاينين لا وكاينين انواع مثلا اللي جايه من اسبانيا اللي تتقاوم هذاك الجفاف ولكن كما قلت لك راه الا بقى الجفاف وكان الجفاف فشحال قدها ما تقاوم يعني حتى في الغلات تنقص دابا هي كتقاوم باش ما تموتش باش ما تموتش ولكن ماشي معنى كتقاوم بان وهذا الشيء علاش حنا خاصنا نعاونوها في المقاومه ديالها. اذا النصائح فمثلا ملي تيشوف الفلاح انه الشجره ديالو غاديه وشي اغصان تيكبسو فخاصو يحيدو ديك الاغصان واحسن حاجه هي انه يدير الزبير ديال الشجره يعني ينقص منها لان كل ما الشجره كبرات ولات غاديه في 3 متر و 4 متر فتتزاد الحاجيات ديالها والمتطلبات ديالها وهذا الشيء اللي تيخلي ان ماشي جميع العروق اللي تيتسقى وهذا الشيء اللي تيخلي ان اكثريه ديال الاغصان تيموتوا. دونك كل ما قللنا من الحجم ديالها كل ما كان المفيد وخفف العيب على ديك الشجره باش انها دونك خاص يكون دائما واحد الزبير ديالها يعني ما عرفتش كيفاش تنقولوا باللغه العربيه الفصحى ولكن خاصنا نقصوا دائما من الحجم الاطراف ديالها الاطراف والاغصان ديالها او فين ما كان شي غوص اللي ناشف فنحاولوا نحيدوه. دابا الدراسات الاخيره تنظن نكتبها بالعربيه تنقولوا زبر زبر كذلك مزيان الله ينورك تنظن احنا بالدارجه عارفين بانه خاص الزبير ديال الشجر وتنهضر دائما باش نحافظوا على الماء وحنا في واحد الازمه ديال الماء فخاصنا نحسنوا من ديك الطريقه السطحيه ديال السقي ديال الماء ونطلقوا في يعني واخا يكون عندك واحد البير واخا يكون عندك واحد الباسان واحد الحوض فدائما فكر بانه هذاك الماء مع الناس اللي عندهم الجنانات واللي عندهم الغرس ديال ديال ما تهضرش على البوري راه واكل العصا يعني الانتاج ديالو البوري باش نذكروا هو اللي تيكتفي بالماء ديال الشتاء دابا الناس اللي تيسقيو الناس اللي تيسقيو دابا حتى البوري ما يقدرش يعولوا على البوري زعما على خاصهم يبداو يسقيو ناقص كاين اللي كاين مثلا في الشمال لان تحت الشتواء مزيان ولكن ف يعني ماشي بديك شوف الا جينا نهضروا بالارقام سميرة نعطيك مثلا في 2020 كنا تنهضروا على 1.6 مليون طن اللي تنتجات في المغرب ياك مي غادي نجيو ل 2021 الا عقلتو في 2021 جات في واحد الوقيته اللي كانت الزيتون خاصو الماء في شهر 3 4 5 فكانت يعني في ديك الوقيته اللي غادي يدير داك البرعوم ديالو وغادي يدير الزهره ديالو فتحت الشتوى وهذيك الشتوى نفعات الزيتون وتزاد الانتاج ديالو ل 1.9 في 2021 مليون طن 1.3 دونك كانت كثر لا كانت كثر في 2021 هادو ارقام يعني اللي خديتهم يعني اوفيسيال ومن بعد نقصات في 2022 رجعات لواحد يعني قل من 1.0 ولات مليون طن وفي 2003 دابا قل دابا ما عنديش الارقام قل من مليون طن غتكون يعني الانتاج يعني الناس خاصك تشوفي الناس راه تعانيو الناس في المناطق بغيت نسولك واش هاد شجره الزيتون ما تتغداش من العنب فخياتك الوغ هي الخاصيه ديالها العروق ديالها تيمشيو افقيا ياك يعني هي عندها واحد الخاصيه انها تتمشي ما تتغرقش بزاف ولكن تتمشي افقيا لا تتقلب من المياه الجوفيه فوالا انا ما هضرتي لي على المياه الجوفيه لان حتى الناس اللي تيستعملوا السماد فاحنا عارفين كاين المعدني وكاين الطبيعي انا ديما تنتكلم على الطبيعي اللي هو الكومبوست ولكن داك الطبيعي ولا الغبار ولا الغبار اللي هو ماده عضويه راني فلاحه لا برافو عليك سميره الله يعطيك الصحه الماده العضويه سميره
يعني خاص النبتة أنها تدير واحد المجهود باش تحولها من ديك المادة العضوية لمادة معدنية. وهذا الشيء علاش حتى الناس اللي تيستعملوا الغبار تنصحهم بأنهم ما يجيوش يستعملوا الغبار مباشرة، خاصه يخليه واحد 6 شهور حتى دار له عملية تخمير وحتى يولي قد يولي مبسط وساهل باش أنه النبتة تقد تمتص. وهذا الشيء اللي تنقولوه بالنسبه لينا خاصو يتهضم خاصو يبقى عادي يجي ويتحط في الشجر. اما ملي تنديروا مثلا هذا المواد المعدنيه فتتلقى الازوت نيتروجين تتلقى البوتاس وتتلقى الفوسفات، غير مثلا ملي تنديروا الازوت فتيمشي تيهبط الازوت تيهبط في ساعه. وهذا الشيء علاش حنا ملي تنتكلموا على التلوث ديال المياه وديال النفرياتيك وديال الويدان تلقاو بان النسبه ديال الازوت كثيره، وهذا الشيء اللي تيخلي انه النبته ما تستغلش ولا شجره الزيتون ديك الطريقه ديال السقي اللي تنجيو تنكبوا فيها الماء وتنديروا دوك المواد المعدنيه فما تستغلش. واش كيفاش خاصها تكون باش تستغلها؟ تنقيط القوطه قوت راه من احسن يعني الوسائل ديال السقي هي القوطه قوت، وسيرتو في بلادنا راه خاصها يعني خاصها تكون معمة على الشجر، كل شجره يكون دايز لها الحق ديالها، وهذا الشيء اللي تيخليها انها تاخذ ديك الكميه اللي لازمها. وحتى الا درنا لها وحتى لا راه تيجيها الكميه الكافيه حيت واحد الوقيته داك الماء تيضيع وتيمشي في لانفرياتيك. ودونك هنا فين 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 خاصنا نردوا البال مع طريقه السقي. سبحان الله حتى في الانسان فاش تيشرب تيقول لك خاصو يشرب متقطع وبشويه بشويه، واشرب جوج لتر قطره وحده غادي تاخذ اللي خاصك وشي الاخر وشي الاخر ما تزيد تخسر. وهذا الشيء تيخلي انه حتى الشجره تيولي وحدها الفطريات اللي تيوليو سبولها امراض، يعني ديك الكميه ديال الماء وديك الرطوبه الزائده يعني ما تتخليهاش انها تستافد. وكما قلت لك حنا اصلا عندنا تغيرات مناخيه، فاصلا الشجر تعاني من الجفاف وانت تزيد له ديك كثره المياه. وحتى الشجر ديال الزيتون عنده واحد الخاصيه، خاصو مثلا واحد 20 يوم ديال البروده، يعني درجات الحراره ما بين 6 7 8 باش انها تتخلي حتى ديك البرعوم ديالها تيخرج في الوقيته ديالو تيخرج. يعني من النصائح اللي بغيت نقول ثاني سميره، ما خاصناش نبقاو نضربوا مع الطبيعه. طبيعة كاينه هذا الشيء، كاين تغيرات مناخيه عندنا، ملي تنشوفوا مناطق ولا الماء تينقص فيها وغادي وتينقص فما كاينلاش نبقاو ديما نغرسوا داك النوع ديال الاشجار تما، راه عندنا الشمال تبارك الله تطيح فيه الشتاء. دونك نحاولوا اننا مناطق اللي ما كانتش فيها هذا النوع ديال الشجر نديروا فيها هذا النوع ديال الشجر، وهذه المناطق اللي تتستهلك وخاصه نديروا زراعه بديله ولا غنتكلموا عليها حاجه اخرى. وما نساوش بان راه العلماء راه خدامين دابا على جينات، يعني تيبحثوا على جينات ديال الاشجار ديال الزيتون اللي تكون تقاوم وتتكيف، يعني تادابتا. دابا ما بقاتش غير في المقاومه، بقات انها خاصه تلقى كيفاش تعيش. بحال لا غادي نجيبوا انسان ما تاكلوش من الجينات ديال الشجر الزيتون ديال لا غير كيما وقع القمح هذاك الهجين هذاك حاجه اخرى. ملي تتكلموا على ابحاث في لا بيوتكنولوجي اللي تتخليك تقول ان هذا النوع احسن من هذا لانه تدير بيناتهم مقارنه، وهذا الشيء اللابوراتوار هو اللي تيعطينا. واخا بالنسبه للمواطن قلتي قبيله انا راه تنقيد كل شيء، خاصنا ما نمشوش نتكبوا كاملين نمشيو نشريو زيت العود دابا، لربما ما خصناش نمشيو حيت كاين بزاف العائلات اللي تياخذوا 100 يتروب 60 يتروب 200 يتروب، لربما ناخذوا اللي كفايه باش نخليو الاسر الاخرى تاخذ. وشوف سميره انا تنشوف مثلا ملي تنشوف دول اخرى كيفاش يجريو الازمات، ماشي بغيت نقارن ولكن حنا راه بطبيعتنا ملي تلقاو بان راه كاينه ازمه كاملين تنمشيو نبغيو ناخذوا خليها لدوائر الزمان، عندنا هذا المفهوم ديال دوائر الزمان. الوغ كو حنا ما عارفينش حتى واش غدا وما عارفين حتى واش انت واش ضامن راسك الغدا ولا بعد غدا. اللي بغيت نقول هو انه راه ملي تيكون الطلب كثير والعرض قليل فبطبيعه الحال كما قلتي غيتزاد الغش والتدليس والثمن وهذا الشيء عادي. دونك بشويه وراه سمعت حتى الدوله انها تتشوف كيفاش تحل المشكل، وربما يكون يجي زيت من برا ولا ما عرفتش. هذه الاخبار هذه سمعناها ما متاكدش منها. دابا راه قلتي هذه الاخبار هذا نقول لك لا نمشي نشري الزيت البلديه ديالنا وندير من الناس. انا اللي بغيت يجي الزيت الاخر اللي بغيت نقول للناس الزيت راه ضروري الا جا هذاك الزيت وتوفر العرض بكثره يمكن الزيت المغربي ينقص، ولكن الثمن ديالو الثمن اللي باش ولا دابا راه ماشي في المتناول ديال الناس كاملين. يعني راه دوك الناس اللي كانوا مولفين بالزيت بواحد الثمن وكان هو يعني الملاذ ديالهم باش انهم يكون واحد الغذاء طيابو في كل شيء. دابا البلدي حنا عندنا دابا ربما حتى المعامله ديالنا خاصها يعني تبدل وتادبت مع التغيرات المناخيه. الله يعيطنا من رزقه ان شاء الله. شكرا لك دكتور فؤاد الزهراني.
فاللحظة غادي نقترحوا على المشاهدين حصة رياضية مع الكوتش ياسين. كوتش ياسين اللي تيقترح علينا تقوية العضلات ومحاربة الترهلات بدون يعني ماتيريال لي معين وخاص، أولا لا كوتش ياسين؟ بيان سور سميرة، وهذا الموضوع مهم بزاف، لأن بزاف ديال الناس كيديروا سميرة لو سبور ولا تيبغيو يديروا الغونفورسمون اللي هي تقوية العضلات، ولكن المشكل ملي تيجيو يشوفوا تيلقاو هذيك النتيجه اللي باغيين يحصلوا عليها، سيختو مثلا على مستوى الفخذين ولا الذراعين كاين هذاك الترهلات، تيقول لك راه تندير الكارديو وتمشي تندير الحركات ولكن ما كنشوفش النتيجه. المشكله فين كاينه سميره؟ هو في الطريقه كيفاش كدير هذيك لا سيونس ديالك، ولا الطريقه النوعيه ديال البروغرام اللي كدير، لان اغلبيه ديال الناس وغادي يكونوا متفقين معايا انك يمشيو يديروا لو سبور تيدخلوا تيديروا الجرى، تدير موفمون ديال سكوات، تدير موفمون ديال لي بغا، تدير موفمون ديال الكرش، تسالي تقول انا راه خدمت مزيان نورمالمون. ولا تيهمو في الاخر وصافي. لا. ولا زدنا شي سكوات شي سميتها هذيك اللي تنديروها. لي سكوات ولا لي فونت ولا 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 كيناج. كيناج اكزاكتومون تنقولوا راه درنا لا سيونس. لا. ملي تنبغيو نخدموا واحد المنطقه اللي عندنا فيها لا سيلوليت خصنا نديروا سيونس كلها. خاصه بهذيك البلاصه، لان هذيك العضله محتاجه بزاف ديال لي ريبيتيسيون، ومحتاجه ديما كنهضر عليها سميره، هي واحد لا تكنيك، واحد السعه اللي خصني نهبط بها واللي خصني نطلع بها وكيفاش، لان كاين الناس اللي كيديروا مثلا تيهبط في حركه وكيسحب لي راه تيدير غونفورسمون، راه ماشي غونفورسمون هذا بحال اللي فيقتي العضله ديالك، غونفورسمون من نوع اخر. وواحد الحاجه بغيت يفهموها سميره مهمه بزاف، كل ما كنخدم العضلات ديالي كل ما العضلات ديالي كيحتاجوا الطاقه بزاف، وهذيك الطاقه اللي كيحتاجوها ملي كيستهلك العضله ديالي كتستهلك هذيك الطاقه، منين كتاخذ لي هذيك الطاقه كتاخذها لي من هذيك الدهون اللي عندي زايده. دونك الناس خصهم يعرفوا بلي انهم منين يخدموا العضلات ديالهم راه المجهود اللي كيديروا بالعضلات ديالهم راه واحد الطاقه اللي كتحتاجها الجسم ديالك وكياخذها لك من لاغريس. انا نشرح لكم كيفاش تقدروا تخدموا الغونفورسمون ديالكم، ما نطولش عليكم بزاف ولكن نوريكم الطريقه اللي هي سهله، لان بزاف ديال الناس ما كيعرفوش كيفاش. فاش غنبغي ندير لو سكوات اللي هو تيخدم لي العضلات ديال الفخذين ديالي، بيان سور تندير واحد 10 ولا 15 مره باش تنفيق العضلات ديالي تنسخن، ولكن ملي تنبغي نخدم لي موسكل ديالي تندير بيان سور واحد 3 حتى 4 ديال لي سيغي. ولكن شنو اللي خصني ندير؟ كنهبط في بلاصتي هنايا، نحاول نحل ركابيا، نخلي الظهر ديالي مستقيم، ونصبر واحد 15 ثانيه، 5 4 3 ونطلع بشويه. الطريقه هذه كتخليني انني نزير العضلات ديال الفخذين ديالي، وكل سيونس كنحس بلي لو موسكل ديالي خدموا بزاف. سافي دير الا درت بالزربه ما كنخدمش العضلات، نهبط بشويه نزير العضله ديال الكرش، نزير العضله ديال لي كويس، الا بقيت غير واحد 5 ولا 6 ديال الثواني شنو اللي تيوقع؟ تنحس بهاد البلاصه كتزير، كنحس بلا كونتراكسيون موسكولير، خصني نصبر شويه. شنو اللي تيوقع؟ لو موسكل كيعرف مزيان كيفهم، الا اليوم درت 5 الثواني ارتحت شويه هو تيبدا يوجد راسو. شنو كدير انت مع عقلك؟ كتقول غادي ندير 10 ثواني، تتهبط لو موسكل ديالك كيبدا يوجد لينيرجي ديالو ل 10 ثواني، يبدا يزير يزير يزير، كترتاح. كنعاودو نديروها، وكاينين الناس اللي مشاو مزيان اللي كيديروا غونفورسمون كيبقاو حتى دقيقه ديال المكانه. انت تقول دقيقه ديال المكانه صعيبه، ولكن هي الجسم ديالك ولا العضلات ديال الفخذين كيعودوا راسهم على هذاك المجهود، وهنايا كتبدا تصحح العضلات ديالك، وتا هذاك الترهلات اللي لا سيلوليت اللي كنهضروا عليها كتبدا تنقص بواحد الشكل كبير. باغ اكزومبل الا جينا نخدموا العضله ديال لي فونت، انا هبطت لتحت نخلي الدار ديالي مستقيم، مثلا الا مثلا هبطت على اليمين ديالي شوف نخلي الدار ديالي مستقيم، الا هبط الا درت بحال هكا واحد جوج، لان كاينين بزاف ديال الناس كيهبط تيقلب لو طالون ديالو الجنو ديالو ما كيهبطش مزيان، هنايا ما غادي تحس بحتى شي كونتراكسيون. اول حاجه خصك تهبط توقف الدار ديالك، الضغط خصو يكون على هاد العضلات ديال الورائيه ديال الفخذين ديالي، نزير راسي نحاول نصبر واحد شويه ونطلع. اللي بغيت نشرح لكم هو انه ملي تكون خدام راه امبوسيبل نخدم العضلات ديالي وانا تنشوف شي بلاصه اولا عقلي في شي حاجه اخرى، العضله ديالك كتبغي منك انك يكون بيناتكم واحد التناسق بين لا كونسونتراسيون ديال لو موفمون وليفور اللي كدير. بحال دابا تلقاو بعض المرات تتشوفوا فيديو واحد داير كاسك في ودنو تيخدم تيهبط 2 3 4 كيبدا يتصنت على داك لا كونتراكسيون، لان لا كونتراكسيون دابا مزيانه ولكن نفوت واحد 8 ثواني تبدا تزير هذاك لا كونتراكسيون، خصني نصبر معاه نبدا نحس بلو موسكل ديالي كيتزير، هو بدا الضغط كيطلع هو بدا الضغط كيطلع بدا الضغط كيطلع كيطلع كنرتاح شويه مزيان. ملي كنحس براسي ارتحت شنو اللي تندير؟
باش نحيدوا الترهلات بصفه نهائيا، وهو غلط الا درت اليوم 10 ثواني وغدا ندير 10 ثواني. ديما لوبجيكتيف ديالي خصو يكون 15 ثانيه. البارح درت 10، اليوم غادي ندير 15. غادي نصبر 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 وتيقوا بها، ما تخلعوا ما والو. المسكل كيعرف هذا الشيء، هذا العضله كتعرف هذا الشيء. علاش كتبدا تقول انا واليوم درت 15 وعادتي هذه واحد السيمانه كنت كنديرها 5 ثواني وكنعيا، الجسم ديالك كيبدا يتعود. ولهذا فاش نبغي نخدم الغونفورسمون ديال لي جومب نحاول نخصص الحصه ديالي كلها ديال لي جومب. ومنين سالي وعافاكم ما تشاركوش ليا الكارديو مع الغونفورسمون، نجري فيلو نطلع نهبط وفي الاخر نمشي ندير الغونفورسمون كنتسنى من راسي انه هذه العضله ديالك راه الا عطيتيها واحد المجهود في الكارديو كتسالى، ما يمكنش تعاود دير ليها الكارديو وتعاود دير ليها غونفورسمون، امبوسيبل يمشيو لك الترهلات. باش ندير حي الترهلات كنجي كندخل لا سيونس ديالي كنقول بسم الله، كنبدا كنسخن العضلات ديالي وكنبدا ديريكت في الغونفورسمون ديالي حتى كنسالي الحصه، يمكن لي ندير واحد شويه ديال لا مارش باش نرخي لي موسكل ديالي. ومنين نجي ندير الكارديو ندير الكارديو ديالي بوحدي. باغ اكزومبل الا مثلا اسمح لي ليشوفمون فين الموقع ديالو هنايا بلا ايشوفمون ديال هذيك لي قلت ليشوفمون ضروري خصو يدارو ليشوفمون، هو اللي كنسميوه حنا لو غيفي موسكولير. بحال دابا مثلا انا الا هبطت سكوات في بلاصتي هذا راه ساهم ليشوفمون، واضح، لان ما هزيت لا تقل لا والو، غير انا شنو باش طلعت لانتونسيتي اسامير هو بلوكيت. صح مي بلوكيت شنو اللي وقع؟ هذاك الثقل ديال لو كور ديالي بقى حابس واحد 5 ولا 10 ولا 30 ثانيه ولا 40 ثانيه، هنايا لا كونتراكسيون بدات كتكبر. واضح. العكس انني غدا غادي نجي غادي نقول مثلا انا عندي ترهلات في الذراعين ديالي، عندي ترهلات في الظهر، غادي ننسى الجسم ديالي من الاسفل وغادي نخدم الجسم ديالي من الفوق. هنايا نقدر مثلا ناخذ لي زالتيغ، بيان سور كنعرفوا مثلا هذه الحركه لي زالتيغ ولا قرعه ديال الماء فيها مثلا كيلو كيلو ولا اي حاجه غادي نخدمها. مثلا اي واحد تيجي يخدم تيجي يخدم بحال هكا كيدير 8 سعود 10 11، ثقوا بيا بلي هذه الحركه اللي كندير هذا كنأكتيفيو لي موسكل. أكتيفي لي موسكل هو بحال اللي كنقولوا لي موسكل بونجور تنفيقوا، بما كنخدموش باش تعرفوا الفرق بين هذه وهذه. ملي كنبغي نخدم الموسكل ديالي كنوقف كنوقف لا بوستور ديالي نتكونسونطرا مزيان نشوف واحد البلاصه ديريكت نهز نصبر واحد شويه. ملي كنوقف هنايا شنو كيوقع؟ لو موسكل ديالي كيبدا يتكونتراكتا، الا تكونتراكتا سافيدير لو موسكل بدا كيدخل في هذاك لو ترافاي اللي بغينا حنايا وبدا كيجمع راسو. كنوقف واحد شويه وكنصبر، عاود الا دفعت لقدام كنوقف شويه نزير كل شيء نصبر واحد 8 ثواني عاود نرجع. نفس العمليه كتنطبق على لي زابدو، كتنطبق على الكتاف، كتنطبق على الذراعين، كتنطبق على الفخذين، على الارداف. غير ملي نبغي نخدم نخدم بواحد الثقاله وديما نحبس واحد 5 10 ديال الثواني، وفي الاخر ديما ملي نبغي مثلا ندير الحركات كاملين ديالي نصبر واحد شويه ونشوف العضله ديالي شحال كتبقى شاده، لان هذه العضله ديالي ملي كتبدل هذا المجهود ملي كتسالي هذا الشيء اللي بغيت نشرح لكم. وسميره هذه القضيه مهمه بزاف، ملي كنسالي لا سيونس العضله ديالي كتعب، وباش كترتاح شنو خصها؟ خصها بزاف ديال 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 المجهود، خصها بزاف ديال لا ريكوبيراسيون، خصها بزاف ديال الاكسجين. العضله باش كترتاح راسها من العيا ديال لا سيونس خصها واحد الطاقه، ديك الطاقه منين كتاخذها؟ هي اللي تمشي تاخذها من الخزان ديالنا. اكزاكتومون، ولهذا من بعد لا سيونس ديالي الجسم ديالي باقي كيحرق في لاكغيس اللي عندي زايده في الجسم ديالي. ما نمشيش ناكل شي طاجين هذيك الساعه ولا شي قصعه الكسكس. لا هادشي هادشي اللي طلع. على اي تنشكرك بزاف كوتش ياسين، واللي فهمت معاك هي ان في التأني السر، كل شيء خاصو يدار بالمهل، يعني كل شيء بالمهل. exactly. ماشي بسرعه، دائما بالمهل، ماشي بسرعه، كل ما كونتراكتيت لو موسكل ديالي وحتى الحاجه اللي خاصنا نديرو فتيله خفيفه على الماكله ولا يعني باش ناخذوا نتيجه انجع خاصنا نصبروا اكثر. واحد الحاجه اللي كنت شرحتها سميره اللي هي مهمه، شحال شحال خصنا نديروا ديال الوقت في هاد لا سيونس؟ نص ساعة قلت لي ما نفوتوهاش. ما نفوتش نص ساعة ديال المكانة 35 دقيقة، لأن 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 سميرة علاش؟ لأن العضلة ديالك إلا سولتيها وكانت كتهضر إلا فتي ليها نص ساعة كتعيا، وإلا عيات ما كتبقاش تعطيك هذاك الشيء اللي هي اللي أنت كتنتظر منها، كتعطيها نص ساعة وخليها ترتاح. إلا حسيتي براسك مزيان عاودها من دابا يومين، ولكن لا سيونس هي نيت ساعة ديال المكانة. هنايا شنو كدير؟ كتولي كدير الهدم العضلي، العضلة ديالك كتهدم بلاصة ما كتنميها كتولي كتهدمها، لأن هي كاباسيتي ديالها والمجهود ديالها ما كيفوتش 30 دقيقة.
وكتخوى. نشكرك بزاف كوتش ياسين، نتلاقاو الاسبوع المقبل دائما في صباحيه الدزام. وكيفاش غادي نقدموا لاله فاطمه العل؟ كيفاش غادي نقدموا افيك كل هاد القبعات اللي عندك، توت لي كاسكيت اللي عندك ما شاء الله عليك؟ انا اللي عارفه يعني صحي ليا الا غلط، عارفك بانك مرا مغربيه مشيتي للديار الفرنسيه، ساكنه تما في الجويه ديال باريس، بعدا فين ساكنه في واحد البلاصه كلها طبيعه، بحيره، هذاك الشيء زويون، قريبه بزاف من الطبيعه وقريبه بزاف من الاصل ديالك. يعني سيده بيت ممتازه، هذه المراه المغربيه هي تبارك الله عليك ممتازه، وفي نفس الوقت تديري بحال ديكوراتريز انتيريور، يعني تديكوري الشقق قصور كذلك، مشيتي ديكوريتي حتى ان جيت بريفي، طياره خاصه، بليزيور جيت بريفي. كيفاش بديتي وعلاش وكيمتى؟ شرحي لنا. المهم انا بديت، اولا مشيت لفرنسا كانت عندي 23 عام. المهم ملي كان مات الوالد الله يرحمه، انا باش نهضر فهادشي غادي يجيني الكامل، ضروري غنهضر لكم كيفاش بديت. ملي كنت صغيره، المهم مات الوالد الله يرحمه، خلانا حنا خمسه د الوليدات، انا هي الكبيره، خدمت عندي شي 12 عام وانا كنخدم على مالي الدار، لان الوالده كانت مريضه، كنا حنا خمسه د الوليدات. المهم ما كانش عندي داك الزهر انني نقرا، لان الوالد خرجني من القرايه، وما كانش ندوز واحد الميساج ان قريو ولادكم، لان القرايه مهمه اولا. ومشيت مهم كبرت تنخدم مع 6 الصباح ورجع مع 3 د الليل، راك عارفه الخدمه كانت شويه قليله وداك الشيء. المهم تنقول الحمد لله، المهم خدامه على راسي باش نوكل خويا. حنا كنا خمسه الوليد، كنا خمسه، انا الكبيره، والصغيرين كاع كانوا عندهم غير 7 شهور، كانوا توام، امي مريضه مسكينه، وحنا كنا خمسه، واختي وقريتي خوت كاملين. المهم كانت تيقراو كل شيء، واخا صعيب ما تيكونش عندك ما في حالك وهادي. كنت نهز واحد القدام واحد اللور، لان كانوا توام ولدوا بنيه، وكنمشي حتى للواد، ما كانش عندنا الماء باش نهز الماء وعاد نبقى غاده. ما شاء الله. انا كنت ساكنه في قصب التادله، وعندي واحد البتي فيلاج صغير قصب التادله. وكنمشي ما كانوش ليكوش هذيك ليبوك. المراه المغربيه، حنا انا كمراه مغربيه تعلمت من صغري نديباني باش ما عندي، يعني ملي مات الوالد الله يرحمه كان عندي غير 12 عام، وخدمت بزاف على خوتي وداك الشيء، لان الوالده كانت مريضه، وكنهز خوتي الصغار كانوا توام عندهم غير 7 شهور، وكنهز واحد القدام واحد اللور لان كانوا توام، وكنمشي شي 3 كيلومتر ولا 4 على رجليا باش نمشي نجيب الماء ونغسل ليهم ليكوش في الواد، لان تزادت انا في واحد الفيلاج اللي صغير، وعاد نطلع ونهز الوالده اللي كانت مريضه. احترامات سيديك الوالده اللي كانت مريضه، وكنت نخدم، انا كنت عاقله كنت نخدم في واحد القهوه، وكنت نخدم من 6 تاع الصباح ورجع ثاني مع 3، واخا خوتي كانوا صغار تنحاول انني نجيب لهم ما ياكلوا. ما نكذبش عليكم، ماشي لحقت وصلت هنايا، لانني انا جمعت في الزبل باش ناكل خوتي، باش ما كانش لي شي حد اللي غيجي عندنا ويعطينا، وجمعت في الزبل، تنمشي للزبل وهز اخوتي ونجمع ونجي باش نوكلهم. يعني انا تنقول لعندنا الصحاب بالعكس نخدموا على راسنا، ما نساوش منين جينا، وديما نبقاو في صباغتنا. وفعلا انا المغرب راه الدم ديالي، واخا مشيت المهم برا وخدمت، واشنو هو كان الحلم ديالي؟ انني نهار اللي غادي نوقف على رجلي، واخا دوزت بزاف الحوايج خايبين بلا ما نهضروا عليهم، انني غادي نرجع لبلادي وندير شي حاجه اللي كنبغيها من قلبي، وتخدمي الناس ونخدم العيالات. علاش؟ لان الوالده ديالي شتها مريضه ملي مات لها الراجل، ومسكينه ما تقدرش تخدم، وما عارفاش منين تدخل ومنين تخرج. انا الحلم ديالي كان انني نرجع ونخدم العيالات. دابا عندي 60 مراه اللي خدامه، 60 مراه في الفيلاج في اللي خدامات، وخدامه معهم الوالده، ومخلصين وعندهم الصالير ديالهم، وتيخدموا على راحتهم، وجالسين وشادين وليداتهم، يعني مكبرين وليداتهم وخدامين، يعني عندهم مدخول. في كورونا تصوري، ملي بدات المشروع ديالي بديته في كورونا، درت كاع لي زيكونومي ديالي، بقيت والو حتى ريال ما بقى عندي، وسدوا علينا وتخلصوا كاملين لانهم خدموا، بقات السلعه بلوكي وما حتى حاجه ما وقفت لي. تنقول مادام عندي الصحه ما خاصنيش نوقف، وبقيت خدامه، تنطيح ونوض ونطيح ونوض، وكنخدم يعني كاليتي زوينه، وكنخدم داك الشيء من القلب. اشنو تتخدمي فاطمه؟ عندي لا مارك ديالي اللي هي تاع الموان، يعني داك الشيء تاع السيراميك، حيت انا ماشي غير لحقت قلت غنجيب داك الشيء ونبيع ونشري، لا كنوقف على خدمتي. يعني تتعطي للديزاين اللي بغيتي انت. كنحاول ما ننساش التراث، وناخذ الخدمه ديالنا اللي ما عمرها ما تبدل،
واللي هي فين ما مشينا كنعرفوا بلي راه خدمه مغربيه كتدخل على شويه ديال التسيير فوالا كنحاولوا نديروا داك الموديرن وداك الشيء زوين باش الناس باش دوز فوالا وكنحاول نقول للمراه المغربيه شري الاختزانه ديالنا راه زوينه هادشي اللي بغيتي الموديرن فوالا بغيتي الموديرن غنجيبوا لك واني تقليدي لان شي حاجه اللي تقليديه اللي خدام فيه معلم ولا معلمه مغربيه ومخدوم بليد والقطن مثلا هذا اللي تشوفي راه خاصو سيمانه باش يتخدم الراجل السيد اللي كنحترمو وكندوز له احتراماتي من هنا عنده 60 عام اللي بحال الوالد هو تيخدم لي هذا هما جوج يعني جوج الناس خاصهم يخدموا هذا هذا شنو هو هذا سير هذا حنا تنقولوا له بلاد واني هذا تيقولوا له تيقولوا له بلاد بالفرنساويه بالعربيه تيقولوا له بحال البيزار على حسب المدينه على حسب البلاصه منين اشنو تيقولوا له دابا لقي واحد الاقبال رائع هذا عندي هذا الكوليكسيون سميتها الشلحه سميتها الشلحه حيت فيها الخدمه الشلحويه وتندخل واخا انا في فرنسا ما كيهمنيش انا تنقول انا سميت بيغبيغشيك يعني الخدمه ديالي خاص الحاجه كل حاجه نعطيها سميه كل حاجه عندي عندها سميه ديال المراه عندي مثلا لا مارك ديالي تاع السيكان فيها كل مثلا لي بلاد كاينين بلاد مينا كاين الزربيات اسميتهم بيانسون كل مره كنعطيها الكوليكسيون ديالي كنعطيها سميه ديال المراه كاحتراما وكفخر مفتخره بجميع المراه المغربيه عرفتي انا تندخل عندها لاباج ديالها انا راه مثلا اول مره تنشوفها ولكن التواصل انا اكتشفتها عبر مواقع التواصل عجبتني بزاف لان كنت تنشوف دي زانتيغيور على فرونسيز عرفتي بهذاك لاوتور سو بلافون لي فينيتر هكا طوال وتتلقى ان بلاد مليوح بالبلو هذاك الشيء امازيغي حر احترمتك بزاف تبارك الله عليك ولا لا فيسيل محطوطه مغربيه قلت شكون هاد السيده اللي تمغربيت فيها واصله لدرجه انها وصلت بعيد وخلات البيوت ديال الاجانب اول ماركه مغربيه اللي تحت في غالغي لافايت راه معروفين غالغي لافايت هي انا لان شافوا الخدمه ديالي زوينه من هذيك تمشي للواد باش تجيبي الماء وصلتي لافايت فاطمه لول اي مراه بغات توصل شي حاجه توصل ليها غير هي ماشي غير تبداي في المجال في اي مجال وتقولي لا عييت ولا خاص تخدمي ما تقوليش عييت لا خاص تقولي غنطيح كما تطيحي غادي تنوضي وتكون رضات الوالدين لان الوالدين مهمين انا عندي الوالده هي اللي واقفه معايا وكتنوض مع الصباح وترضي عليا امي هي احسن المهم بالنسبه لي انا راه الوالده ديالي هي الساس وركيزه هي الساس ديالي وليداتك ما تتبينهمش غير الزوز الصور حتى تشوف ما تنبينش وليداتي تجي ليهم كل قلتي باش تجي لفرنسا انا متبعاك تجي بحال دابا غادي تسافري تتوجد لهم هذاك الشيء هذا غادي غير يسخنوا هذا غير غادي يديروا ليه هالخبيزه ديال الشعير خبيزه صلى على النبي عليك احترمتك بزاف الحمد لله وليداتي معلمهم داك الشيء تاع يعني البري ماغو كاين المغاربه البري يعني خاصو يعرف يخدم خاصو يعرف يبيع ويشري ولادي صغار 13 عام و 19 عام يبيعوا ويشريوا يعني تيعرفوا يبيعوا ويشريوا باش الا ما المهم الدبلوم تاعهم ما عجبهمش يبيعوا ويشريوا السيت ديالي الا شفتيه ما شاء الله راه زوين راه ولدي اللي مصايبوا ليا الكيس لو سيت ما عمرني ما دخلت ليه شفت نشوف على الانستغرام ولدي اللي مصايب لي كل شيء لان عارف ما نقدرش نجيب شي حد اللي ما يعرفش اش ما بغيت وتبارك الله معلمهم كل شيء واني انا كامراه مغربيه حنا كنعرف انا كان ضروري خاصنا نطمنوا على ولادنا منين نمشيو خاص كل شيء يكون مقاد الخضره تاع الجزر كيفاش توافقي راه شوف غيبان لك هذا السؤال كليشي ودائما كيفاش تتوافقي ما بين حياتك العمليه والشخصيه انا تجيني الفلوكه ديالك يعني السؤال بديهي لان تنشوفك اش ديري في الخدمه وتنشوفك شنو تتعطي للدار انا ماشي سهل هذا السؤال تيجيني كل نهار انا تنقول نظام الحياه انا دابا مثلا نجي للمغرب المغرب شويه تينوضوا تبارك الله معطلين انا لا 5 6 تاع الصباح انا واقفه اولا غندير الروتين ديالي تاع الميناج لان ما عنديش فام تاع الميناج وعندي الدار كبيره راك شتي ما شاء الله شتي ما شاء الله لان باش تشدي فام تاع ميناج فرنسا اولا خاصها تبرد لي انا القلب وخاصها دير يعني فهمتي امراه مغربيه شوفي انت مغربيه تبرد لان شديتهم وين جيت كنقي موراها ما يمكنش علاش انني او الحمد لله كيما قلت لك معلمه وليداتي تا هما يجمعوا بيتهم يعني بيان سيغ خاص حنا العيالات ماشي حنا نبقاو خدامين على العائله وما لا ما يمكنش لا ضروري ضروري خاص كل واحد يدير شي حاجه وداك الشيء الاخر انا منظمه حياتي عارفه الروتين تاعي تاع العشيه تاع الشقه ديالي والروتين تاع الصباح و انا الجمال ما مفرطاش في الجمال ديالك ولا على ذكر الجمال صلع النبي حتى في الجمال ديالك تتصري على استعمال المواد المغربيه انا تنستعمل المواد المغربيه وجاني بزاف تاع
عافاك ديري لنا المواد اللي كتستعملي. ما يمكنش عندك 42 عام وباقي وجهك زوين وما دايره والو شعرك زوين ما شاء الله كله طبيعي وخرجت لا مارك ديالي حتى هي ديال المواد الطبيعيه. لا المهم خرجت ديري النيله الزرقاء تديري النيله البري صحراويه حيت النيله حتى هي ديتيها حتى هي لفرنسا. كلشي مشى لفرنسا ماشي فرنسا العالم تيدور. انا لي برودوي ديالي خاصهم يدوروا على العالم ماشي يوقفوا في فرنسا. لا ضروري خاص يدوروا على العالم كامل. والله يرحم رباك والله يخليك الوالده ديالك. هضري على لاكام ديال السكن. انا هذا ما نهضرش عليه هذا كوير 100% فاشيت خدمه اللي زوينه بلي زارتيزون ديالنا الله يعطيهم الصحه. واني انا مغربي اها كلشي هادو لاطولي فين تنخدم الكوير ديالي باش نخرج الحاجه اللي زوينه. وعندي الكليانات دابا اللي ولاو كيشريو لا مارك ديالي وخلاو لي غون مارك. وشوش بانك عندك دي ساك عرفتي دي ساك كبار ديال لورديناتور بوغ اورغانيزي السلعن فكرتي في كل شيء. انا تنقول الساك هو الميور امي دو لا فام يعني احسن صديق للمراه هو الساك ديالها. علاش؟ ملي غتحلي الساك غتلقاي الحياه ديال المراه غتعرفي الحياه ديالها. الا عندها البيبي غتلقاي عندها الاولاد الصغار غتلقاي الكومبوت وتلقاي لي كوش وتلقاي تتاخذ سوان ديال يعني كتهلا في راسها غتلقاي الغوجالي غتلقاي العجل. المهم داك الشيء يعني الساك مهم فوالا الصوره ديال المراه كاين في الساك ديالها. يعني انا شي حاجه اللي بطاطا يعني هذا اللي فيه البصمه مغربيه هذا الساك هذا بالصبره ما عرفتش واش تعرفي الصبره سميره كاين اللي ما كيعرفهاش الصبره هي ولكن حتى ما بقاش دارجه بزاف ما بقيناش نشوفوها بزاف. ايوا هذا الشيء علاش انا كنحاول انني نردو داك الشيء اللي ما بقيناش كنشوفو وكنحاولوا نخدموا عليه. هنايا الصبره شي حاجه اللي انا عزيزه في قلبي حيت خدمنا عليها عام انا والعائله دوزنا شي وقت زوين تنش الطياره ونزلوا نبقى معاهم بقاو نصبغوا بالنيله. هذه راه النيله هذه تتشوفي راه صباغه تاع النيله يعني طبيعيه ما كاينش شي حاجه اللي غضرنا في الصحه ديالنا وحتى العيالات ما خاصهمش يمرضوا. يعني هادشي كله غير لي زيبيس يعني العطريه والنيله والاعشاب الاعشاب والأعشاب. يعني انا بالنسبه ليا هذا السكن شي حاجه مهمه حيت العيالات يصابوا الزرابي اللي ما شاء الله تيدوروا العالم كامل. وبغيت نزيدهم بغيت نزيدهم الخدمه قلنا نديروا هذا الزربي ونخرجوا منها شي ساك اللي يكون ما شاء الله زوين تقدر تخدمي به تخرجي به تمشي به لابلاج تقدري يعني حين الموديلات و تقدري تسافري به كما كاع السكن ديالي. ولي هذا راه سافرت به قلتي لي فوالا يعني اللي بجوج. انا بالنسبه لي خاص الساك يكون يعني متابعك في ماشي انت اللي تابعه هو تابعك في الخدمه ديالك وتهزي في داك الشيء اللي بغيتي مع الحياه ديالك فوالا مع الحياه ديالك ويكون منظم. وبالنسبه لي انا هذه شي حاجه اللي انا مفتخره بها لان خدمه مغربيه الحمد لله وكل شيء زوين وكاليتي زوينه وطبيعيه ماشي شي حاجه اللي ديال الاجانب ما شاء الله ماشي غير بزاف تيقول لي راه داك الثمن اللي دايره غير الاجنبيين. بالعكس انا الثمن اللي فريمون يستاهل على حساب الخدمه خدمت ليد خاصنا نعطيوها قيمه ما خاصنا نحن المغرب خاصنا خاصنا نرخصوا من المنتوج ديالنا. لا المنتوج ديالنا راه راقي ويستاهل خاصنا نديروا ثمن نحسبوا كل شيء من الاول حتى الوقت اللي كيدوزوا العيالات الخدمه لان هذاك هو اللي مهم عندي انا ماشي مهم اننا نقولوا لا هذا خاصو لا خاص تشوفي الوقت اللي كيدوزوا لان هذه راه زربيه راه ماشي شي حاجه مخدومه بالماكينه مخدومه باليد. عاده لي زارتيزون تا هما ديالي ما شاء الله اللي هما واحد عندهم واحد الخدمه زوينه وعاد ثاني العيالات خدموا الكوير باش يديروا الفينيسيون وباش يقادوا باش يخرج داك الشيء كاليتي زوينه. تحيه تقدير واحترام لك فاطمه لول ومن خلالك لكل مغربيه لاله ومولاتي ما شاء الله عليك حنا مفتخرين بك وانت فعلا سيده اليوم. وغادي نقول لك حاجه واحده اخرى الحلقه ديال او الفقره ديال اليوم راه ما قدتناش معاك كيف ما وعدتيني غادي تجي وغادي تجيب معاك كاع لي برودوي اللي تديري. عرفتي علاش؟ ماشي غير المغاربه يشوفوك ويشوفوا فيك القدوه بغينا حتى المغاربه ديال العالم يعرفوا فين يتقداو ويعرفوا شنو دارت مغربيه اللي هاجرات لديار المهجر ومع ذلك بقات متشبته بالاصول ديالها كيف ما قالت ماجده قبيله. فكرت جميع هاد لا سيزون بغيت يشاركوا معنا مغربيات من العالم. علاش؟ لان عندهم دي سوسي اللي ما تنفكروش فيهم حنا قبيله. غير ماجده قالت لك تيدوا معاهم العطريه وتتفسد ليهم حيت متشهي العطريه المغربيه. دونك مزيان ان تكون عندنا افكار بحال هكا باش نكونوا في الخدمه ديالهم حتى هما وبكم نعطيو العبره لسيدات اخريات. فشكرا لك وبقاي عند الوعد ديالك خاصك ترجعي لنا. انا شرف لي بعدا نكون معك. العفو لا شرف لي. هذا حلم انني نجي لهذا البلاطو وجيت لي الحمد لله. بالعكس هذا البلاطو مديور سيدات بحالك. شكرا لك فاطمه لول.
لالا مجده السلام عليكم. اخبارك؟ لاباس عليك؟ كلشي في امان الله الحمد لله. دونك جبتي لنا مجموعه من البقوليات، جبتي لنا مجموعه من التوابل، وجبت شويه عاوتاني ديال الروز باش نشوفوا كيفاش العجائن. حتى هما حتى العجائن والطحين تطحين. دونك واخا ها هما دو عندنا بزاف المرات يخرج لنا ما نسمي حنا بالدارجه الكوس. الكوس ولا تنقولوا حنايا السوس. اها ولا ديك سميتو السوس، وكاينه وحده سميه اخرى عاوتاني تيعيطوا الرامود. الرامود. الرامود ولا السوس. الرامود السوس ولا الكوس. فوالا. دونك حنا دابا ان شاء الله جينا باش غادي نشوفوا تنعرفوا بلا القطاني تتوجد في ايام الصيف تتكون بثمن ماشي بحال اللي تيكون في طيله العام، تيكونوا جداد والناس اللي تتاخذها بكثره تتبغي توفر العام كامل باش تخبيها تخزنها. حنا دابا جينا نوريهم كيفاش غادي يخزنوها باش تبقى لهم ان شاء الله العام كامل مده طويله. لان شحال من مره تنضيعوا فيها تناخذوا كثره تيجي ديك الرامود ولا السوس اللي تيخلي خصوص الحمص والعدس واللوبيا صافي تيرطب الطحين. الطحين لالا مجده شنو هذيك الماده اللي تتولي في الطحين بحال الشبكه بحال هكاك؟ هذيك الماده انا نقول لك علاش، كاين الناس اللي بعض المرات تيخليو الطحين ما مسدودش مزيان. شنو اللي تيجي لداخل؟ تيجي حنا اللي تنسميوه بشار الخير، ديك الشرطه الصغيور هذاك تيدخل تيطلق واحد الدوده ديالو، ديك الدوده تتولي دايره بحال واحد العنكبوت. الا جيتي غربلتي الطحين تتلقاي واحد الشكل بحال العنكبوت. خيوط ولا حليتي تتلقاي فيها دوده لداخل. يا لطيف. وهذا الحلول حتى لهذا الشيء تيجي من ديك فرطاطو حنا اللي تنقولوا له بالشر الخير. واضح. وتيجي حتى اللي الا خليتي العطريه محلوله مثلا ما مسدوداش مزيان وهذا تيجي ليها. دونك اول نصيحه بالنسبه لك لالا مجده هي نسدو مزيان. دونك هذاك الشيء خديتي دي بواط ايرميتيك اللي متتسد فريمون بالثقل وتتكون فيها جليده هنايا باش ما تدخل حتى شي سوسه. هذه اول نصيحه. واجي يعطينا النصائح الاخرين. اول نصيحه دابا الا قبطنا الحمص غادي نشريناه مثلا في ايامات الصيف تيكون الغله ديالو في شهر 8. ما عندي ما نسالك بعدا عارفه الغله ديالو حيت حنا دابا تنعرفوه موجود طيله العام. عندك الحمص العدس اللوبيا الفول. الفول لا، الفول تيكون داز الربيع تيبس. العدس اللوبيا الحمص تتجي في ايام الصيف اللي هي شهر 8 تيكون بكثره تيجيبوه شي ناس. واخا تشوفي في المارشي تيكون تيتباع ولكن كاينين وحدين كاينين الناس اللي تيجيو اختصاصين من ديك المونه ديالهم ديال اللي حصدوا تيجيبوا تيبيعوها تتكون جديده وبثمن من عندهم وثمن مناسب. ما عندي ما سكرتيني حتى بالثمن. واخا دونك بالنسبه لهذا القطاني هذا جبتي لنا حتى الفول يابس. جبت الفول هذا اللي تنقولوا له حنا الفول المنقوب. فول المنقوب. المنقوب ولا المنقوب اللي بغيتي. جبت عاوتاني هذا. اشنو قال لك واحد السيد في ليكيب تكنيك؟ تيحسبوا السوجا. اها هذه ماشي السوجا، هذا فول قناوه. فول قناوه تمام. هذا تيكون حتى هو في ايامات البرد. اللي جميل فيك المجده هي كانك تذكرينا في الحويجات القدام اللي مابقاوش متداولين. هذاك الشيء ما كاينش، ما بقى قليل دابا اللي تيعرف فول قناوه. تدخل له فول قناوه وبالخصوص الجيل دابا اللي طالع تدخلي له فول قناوه. انا باقا تنستعمل. كيفاش تطيبيه؟ كاينين فيه جوج طريقات ديال الطياب ديالو. الطريقه الاولى تنطيبوه بحال الشكل ديال العدس، وحتى الاخر ملي نقربوا نطفيو عليه تنديروا معلقه د الخليع ومعلقه ديالو د ليدام. تديري طريفه د الخليع فيه وليدام وتخليه تيغلي شويه. وإلا بغيتيه باللون على شكل بحال طيبي اللوبيا تطيبيه باللحم وهو بالزعفران تيجي شويه مصفر. داكو بحال مريقه بحال طويجه. عجيب جدا. تبارك الله عليك. خلاص ديري تقليب المنقوب تنديروه بحال الشرموله. الشرمل بغيتي ديري فيه ايامات البرد تتكون لفت المحفور موجوده. يا سلام. تزيدي فيه طريفات ديال لفت المحفور تيجي الفول المنقوب ايامات البرد. هذا دابا وهذا ديك الشيء ديال جدودنا اللي زعما كانوا تيديروا. وهذا هو السر ديال التواجد ديالك معنا لالا مجده، لانك محافظه بواحد الطريقه رهيبه جدا على الوصفات. ماشي كما تنقولوا من قاع الخابيه، من قاع الخابيه باقيين عندك تبارك الله. وحتى الحيل ديال الناس القدام. دونك نرجعوا للقطنيات ديالنا، اشنو غديري فيهم انت في الدار ديالك باش ما يوصلهم حتى شي تسوس لا شي حاجه؟ دابا ملي ديري القطنيه خليه دابا حتى عام غادي تقبطي وريقات ديال سيدنا موسى. داكوغ ساهلين. تبقاي تخشي غير ديري ورقه سيدنا موسى فقط صافي. بغيتي تزيدي كاين تيزيد معاه السودانيه. اها وتحيدي لا غير هذا الراس هذا ديالها وتزيدي. عجيب. وديري على حسب الكميه. السودانيه ما تخافيش غادي يخافوا منها. ما غادي تجيش الحشرات صافي تتسدي.
يجيو التحت، يجي ما بيناتهم التحت. اها خاصو يتخشى لداخل. يتخشى ما بيناتهم يجي هاد. واجي فاش نحلو باش ناخذ شويه. ديما نخلي ديك الوريقات سيدنا موسى. نتأكدوا بأنهم كاينين لداخل. لداخل ديما وريقات سيدنا موسى يكونوا لداخل. وهذا الشيء جائز بالنسبة للفول. للفول، الحمص، العدس، اللوبيا. كل شيء. الرز. حتى الرز. حتى الرز. الرز بلا ما تحمصي بلا ما ديروا له حتى شي حاجة، وريقات ديال سيدنا موسى. اها. حتى هو تنديروا الوريقات سيدنا موسى لداخل، جوج ثلاثه للشعريه. حتى الشعريه؟ كلشي كلشي. الشعريه ديال الصفه. اه الشعريه ديال الصفه. مره تتشريها تتبقى ما تستعمليهاش على مده، وعاد ديما وخشي غير لداخل. صافي خشيه. واضح. انا جبتي القزبر اليابس هذا. جبت القزبر اليابس، علاش جبتو؟ القزبر اليابس الا شريتيه حبوب بعد ما الا طحنتيه تدوز واحد المده غير ديال شهر برد. ما تيبقاش فيه المذاق نهائيا. دونك تطحني فاش تبغي تستعملي. ملي تنبغي نستعملو تنطحن، وهو عاوتاني دغيا تيبرد. دغيا تيبرد ودغيا تتاكلو السوسه. هكذا. وتتجي واحد السوسه ماشي اللي تتجي الفول والحمص، تتجي واحد السوسه صغيره دغيا تتاكلو. ديري فيه ورقه سيدنا موسى وخليه عندك حتى عام. ما يطرالو حتى حاجه. حيت ورقه سيدنا موسى شنو فيها اللي تجري لنا على هاد الحشرات كاملين؟ فيها حكمه. حكمه الله سبحانه وتعالى. راس ورقه سميتها ورقه سيدنا موسى. فيها حكمه. داك الشيء اللي كاين. وانت هاد الحيل هذه منين خديتيهم؟ معز الله يرحمها. وباقي الان حنا تنخدموا بهم، باقى الوالده خوتي كلشي باقي تنخدموا حنا بنفس الطريقه. كنت في الديار الاوروبيه تخدمي بها بحالك؟ ملي قلتي الديار الاوروبيه باقا تنخدم بها. وغادي نذكر الناس حنا اوروبا، الناس اللي عايشه في اوروبا تشتاق للعطريه المغربيه. واخا عندنا العطريه في تما وتتكون ديال الاتراك، ولكن تتشتاقي لديك الريحه ديال الابزار ديال المغرب والقرنف والخرقوم وتشي. تيديو بكميه كبيره، مثلا نص كيلو كيلو. هذه النصيحه اللي غادي نقول لهم هي ورق سيدنا موسى. ورق سيدنا موسى. ورقه سيدنا موسى. ورق سيدنا موسى تحطيها في العطريه ونسايها. وفيما تاخذي معلقه، تجي مثلا تاخذي ديك المعلقه ورق سيدنا موسى يبقى فيها. وتسديها مزيان. وتسدي مزيان. وما تخسر ما تفسدش. ما تخسر ما حتى ديك بعض المرات الا هزيتي خليتي غير قرعه واحد الشهر مثلا سافرتي وجيتي. تتلقي العطريه بحال اللي دارت واحد. تتكرم بحال اللي تتكرم بعدا. هذه لا. سبحان الله. هذه جربيها وغادي تشوفي تتبقى بحال اللي عاد طحنتيها دابا. لا الخرقوم كل شيء ديال الورق. وحطوا هذا الشيء بالنسبه لك انت فين حطوه؟ في ماريو بعيد على الضوء في البوتاجي؟ بحال دابا كانوا زمان زمان تيحطوا، كان عندهم بيت الخزين. أيه. دابا ولات كوزينه. بيت العوله ولا بيت المونه. تيحطوا فيه دابا بحيث كاينه الكوزينه، ولكن ضروري تيكون واحد البيت تيكون في السطاح ولا في شي بلاصه. المهم ضروري تيكون، ما كانش تتكون كوزينه تحت البوتاجير ولا في البلاكار الفوق. المهم يكون غير في مكان اللي ما فيهش الرطوبه. يكون عادي، لان الرطوبه هي تتجيب التسوس. تجيب هكا. ونقول لك على الطحين، الطحين حتى هو ورق سيدنا موسى. حنا تنهضروا على الطحين على باش ما نساوش ورق سيدنا موسى. وهذا النوع من القطاني حتى هما السودانيه. السودانيه ورق بحال دابا العطريه بلا ما نحتاجوا نديروا لها السودانيه، نديروا لها غير ورق سيدنا موسى كافيه. شي لاخر نقدروا نديروا ليه ورق سيدنا موسى والسودانيه. السودانيه يبقى لك حتى عام ما تخافيش منه نهائيا. عرفت ما نخليكش تمشي غير هولندا قبل ما تقولي لي عاوتاني الوصفه ديال فول قناوه وفول منقوب. انت الفول منقوب تنحيدوا له هاد الضفر ديالو. حتى هو تيتحيد ليه الضفر. تيتحيد له، ما نخليهوش بهذا الضفر هذا. صعيب باش تحيده. غير بالموس. ولا تديري طريقه اخرى تتفزقيه تبيتيه فازق، بحيث هو ضروري خصو يبات فازق. تنبيتوه فازق. تنلغد ليه باش نحيد الضفر. تنلغد ليه تتجي ديك الضفر ساهل باش يتحيد. وتنطيبوه مشرمل بالقزبور والثومه والمعدنوس. وتنديروا مع هذيك الفيته محفوره اللي تتكون هذه. اللي قلتي لنا. الفيته محفوره تعطي البنه بزاف حتى في الكسكسو. حتى في الكسكسو. وتتجي سبحان الله العظيم بلا مطيشه لا والو شنو؟ لا ما تديريش مطيشه. اشنو تدير؟ تنديروا غير قزبور والفلفله والمعدنوس، تيجي بحال الفول مشرمل. هكذا كاين ثومه اذا. الثومه ضروري قزبور معدنوس والثومه فلفله وكمون. فول قناوه تنطيبوه بالطريقه اللي تنطيبوا العدس. حتى هو تيفزق كاع القطاني تيفزقوا. كامل. وكاينه واحد الحيله اخرى الناس اللي ما بغاتش، ما عندهاش مثلا بلاصه فين غادي تدير تبقى تصبر هذا الشيء، تيتفزقي مثلا انا عندي اللوبيا غادي نفزق، شريت كيلو بيتو فازق. بيتي فازق. نديرها في الكونجيلاتور. خصميها في الكونجيلاتور. هذاك الشيء اللي تندير انا اللوبيا والحمص. بالنسبه للعدس حتى العدس.
العدس ما كنتش عارفاها. لا حتى العدس فزقيها وخليها ملي تفزقيها ديريها في الشبكه تتسقطر كلهم يتسقطروا من الماء وديريهم قسميهم في الميكات على حسب اللي بغي تيبقى وما تياخذوش الوقت بزاف. لا ما تياخذوش الوقت وتتبقى في الشكل ديالها بحال دابا العدس. العدس الا فزقتيها جربي العدس طيبتيها نيشان هكا حبوب وجربي العدس الا فزقتيها. العدس الا فزقتيها تتبقى صينه ما تطيرش ديك الجلده ديالها هيك داك دوك في بحال دابا في سميتها انا شتا نعيطوا العرفيسه ولا في الحريره فزقي العدس دونك ما تتعجنش لينا. لا كاينه الاخرى الا دابا غير جيت وطيبتها كنت مزروبه غسلتها دغيا وطيبتها دغيا ديك القشره ديالها تطلع للفوق. نجيو الوصفه ديال الفول قناوه. فول قناوه ليله كامله حتى نقدروا نستعملوه نخليوه في الكونجيلاتور حتى يبقى في الكونجيلاتور وفول ما اللي مثلا شهيتي تجي سهله بلا ما تسني واحد ساعتين خلاص حيتي ليه هذاك الضفير ديالو الضفر ضروري علاش تنحيدوا الضفر ديالو باش تيشرب الملح لداخل وتيجي سهل حتى في الماكله تتقطعي غير من التحت الفوله تتمشي تجي هاليه هاليه واخا دونك فزقناه في هذاك باش نطيبوه بحال اللي غادي نطيبوا العدس بالبصله ومطيشه والثومه والعطريه ديال العدس كامله تيطيب ملي يطيب صافي يقرب صافي غادي نطفيو عليه تيكون عندنا الخليع لا ما تياخذش بزاف وهو تيزكى ناخذوا الخليع تيكون عندك الخليع تاخذي معلقه ديال الليدان وتاخذي شي قديدات في ديك الخليع الطريفات ديال الخليع وتحطيهم فيه تيجي ماكله هائله. تنشكرك بزاف ماجده بوشيخي حسني على كل هذه الوصفات اولا وعلى كل هذه الحيل. غادي نتلاقاو معك قريبا ان شاء الله مع وصفات تقليديه من قاع الخابيه كيف ما يمكن التاويل غادي نسميوها قاع الخابيه احسن. ذكرينا بالزمن الجميل ذكرينا بالكواعد ديالنا اللي ما بقاش دابا ما بقاش كل شيء مزروبه تفتنات الناس وهذا الشيء اللي تنتمناو للناس كلهم انهم يرجعوا للاصل فيه حكمه كيف ما قلتي وفيه صحه وفيه المذاق اللي قالوه جدودنا كل شيء كل شيء زعما تقولي قراوه قراو عليه كيفاش يقراو عليه؟ لا قلت لك اللي هذا الشيء اللي قالوا جدودنا خلاو كله عنده حكمه سبحان الله العظيم بحال اللي قراو عليه تماما تماما. شكرا لك لاله ماجده نتلاقاو معك عما قريب. واخيرا انا متاكده تتسناو الفقره اللي وصلنا لها اخيرا دابا وخصوصا ان ليلى حديوي على الناس على الضيفه ديالها يوم الاثنين الفارط قالت لنا شكون غادي يكون معها فقره قفطان صباحيه دوزان نخليها بالقفطان الغزال ديالها تعلن عليها. صباح السلام سميره مرحبا بمشاهدين صباحيه دوزان في فقره اللباس المغربي التقليدي ديالنا ومعنا الضيفه ديالنا ملك مرحبا بك معنا ملك الفلالي مرحبا بك معنا في صباحيه الدوزام. الوغ انا علاش الفن تيدير الفن الفن كيدير الفن. اليوم جاب لينا ملك انا باش كتعجبني ملك لان فريمون جات يا با لونطون باش عرفناها سميره ياك متفقه معايا ولكن دائما عندها لا نوفوتي ودائما عندها لي بري سورتو كي سون تري ريزونابل وعندك دائما الجديد تبارك الله عليك ملك. كيفاش كديري ما بين الحياه ديالك و اون ميم طون لا كوليكسيون جديده دائما جديد لي ريزو سوسيو اللي تستعملهم بطريقه ذكيه جدا باش تروج الاعمال ديالها. Bonjour Leïla, merci beaucoup pour cette استضافه ديالك et Samira aussi c'est très gentil. نورتينا بعدا كيما قلتي الفن تيقدم الفن. صافي بليزير ما شيري. دونك كيفاش تكومبين لي كافتان لي لا كولي كوليكسيون ديالك تبارك الله دائما عندك الجديد ملك. Voilà la vérité انا دابا في كو جو ترافاي افيك باسيون ملي كنت صغيره لا فيريتي جو سوي ديجا دون لو دومين دوبي توت جون مع لي بارون ديالي حتى هما في لو دومين. ما ميرسي لي سميتان تبارك الله راه بيان سور تاهما عندهم بلاصتهم في الدومين دونك انا كبرت توت جون في هذا لو سيكتور و تبارك الله دونك كبرتي فيه وبقيتي راسك فيه اكزاكتومون يا سميره انت ها العربون كيف ما تنشوفوا مارينا لابسه هذا القفطان اللي هو كله مطروز ومنبت ودرتي المضمه مع نفس الثوب ديال الثوب اكزاكتومون فيها لا بتيت توش ديال بربر داك لو سين بربر وي انا تنحييك كذلك على استعمالك لتوظيفك لي ريزو سوسيو بطريقه ذكيه سي فري تنظن بان هذا الشيء هو الجديد اللي عندك في العائله ديالك انك قدمتي هذاك الشيء اللي تديرو في لي ريزو سوسيو
تبارك الله عليك. وسميرة راك عارفة بأن لي ريزو سوسيو ولاو مهمين في كل لي في مجالاتي ماشي غير في واو ما شاء الله ما شاء الله. هذه درتي واحد السلسلة ديال الموزونة من التحت. من لا وي اكزاكتومون واحد لو رابيل بور فير ريسورتير عاوتاني لو ترافاي. هنايا تنشوفوا ليلى بغيتي تقولي السلسلة شنو قلت انا؟ سي فغي درت والله يجيب لنا شي سلسلة. سلسلة شنو سلسلة؟ قلت بدات شي حاجه ما تنعرفهاش. نو بغيت نقول السلسه ديال الموزونه اللي كاينه سي فري كو كونت مارش باش كتمشى السيده سا تو دون واحد البريق بحال القميجه اللي لابسه دابا تنتين تتعطي واحد البريق في لا ديمارش. وهذه درتي فيها 3 كولور دونك دوبلي بالتركوا اللي خرجتي فيه في الخدمه تاعك كامل اكزاكتومون في روفير. خصكم تعرفوا مشاهدينا مالك فيلالي انها ماشي تيميد ترو تيميد ترو تيميد وعرفتي شنو بحقيقه راه غير نشوفوا لي كرياسيون ديالها بلا ما تهضر ما شاء الله جوست تهضر عليهم تيلمون سي ما شاء الله سي تري تري بو. انا اللي بغيت نسول ملك فين تتلقاي الالهام ديالك منين تتستوحي هاد لي موديل ديالك لان حاجه تتمسك بالاخرى وسورتو تميزتي على كل شيء اللي كاين في السوق. الوغ دي فوا كنقدروا نتانسبيرو من زربيه مغربيه كنقدروا نتانسبيرو ميم من الزليج الزليج اكزاكتومون نتمنى ملي كنخرجوا الرشيمات ديالنا وتنتانسبيرو وكل مره عاود ولولو ديالو ديال الابداع ولولو اكزاكتومون ديال الابداع. ملي كتبغي تخدمي في لي تيسيو نوتر ما كتبغيش تاخدي دوك لي كي سون ديجا مخدومين. لا فيريتي كل مره وفاش حتى لي تيسيو امبريمي تيخرج فيهم الخدمه ولكن جو بريفير لوني باش تخرج لينا الرشيمات ديالنا وتبان لا فينيسيون. هادي ان شيدر صلاح النبي تخدم الوقت هادير فهادي لا فيريتي سا ما بخي بوكو دو طون. واو درت رباطي هادي لا اكزاكتومون. واو ما شاء الله يد على شعره باين على شعره هذاك الشيء سي تري تري فان. نشوفوا اللبسه ديال ليلى سيد تتفتن خدمتي على المبرا ياك انا عجبتني لا كولور سميره travaillait هو avec de la broderie pour faire السرتله اللي قالت لنا ما شاء الله حتى لا كولور بس دو كولور اللي تدي مدروسه بزاف لان ماشي اي واحد غادي يفكر في هذاك لو بلو لاغو مع هذاك لو فير حيت ديجا لو تيسيو فيه واحد لو روفلي اكزاكتومون اللي خرج لنا داك لا كولور. تبارك الله عليك. On peut être fier de nos cafetons marocains. Même dans le quartier, tu cherches l'ina la cou. شوف ملك العائله كانت فيها القفطان وانت كبرتي في القفطان ولكن الحس الفني ديالك منين جبتيه؟ واش عندك ميول الفنون لو ديسان لي كولور ولا لا؟ با فورسيمون لا فيريتي غير كبرت في هذا الشيء ديال تانستي بهذا الشيء تانست في هذا الشيء ولقيت راسي فيه تاع انا جوست معي مع الوقت. دونك لو فات بانك باقا شابه صغيره ما تعنيش بانك مبتدئه لانك كبرتي في هذا الشيء. اكزاكتومون ما شاء الله عليك. شو درك سميره نكملوا العرض؟ نكملوا العرض حيت انا عجبني راسي في البوديوم حسيت براسي هذا القفطان عجبني زوين خفيف تري مودرن. سي فاسيل ابورتي حتى البيسه ديال التيبان تنضيما تيبان عامرين ولكن اون ميم طون زوينين في اللباس. اكزاكتلي تنضيما شتي كيفاش دايره حليلوان هذيك لا سيناتور ديغيير اون بتيت بروش من اللور باش ما تبقاش خاوي مالك غير باش نعلمك دابا اول مره داز في الصباحيه داز صافي غادي هادي تسخى لا نوفيل توندونس ان شاء الله باش عارف واحد ديال مالك الفيلالي. مالك انا بغيت نسولك واش العائله تيعاونوك في الاختيارات ديالك؟ لا فيريتي كل واحد بوحده ولكن اون سانسبير لا فيريتي تا من لي ستيليست لان في لا فامي تري بيان. اذا سميره نشوفوا الكمال ديال العرض هذه اللبسه هذه تا هي الي انكرويابل مانيفيك ما شاء الله اللون. انا باش كتعجبني ملك الفيلالي دائما عندك لي كولور تو اوز لي كولور سوا تو فا دون لي كولور بحال هادو اللي لابسه انا تري باستيل ولا باردين ولا كتمشي لي كولور تمشي لي زيكستريم اون فات اي كومون ال ميلونج لي وما تديش هذاك الشيء اللي ضايع اكزاكت اون فيت مالك تدير العريسات تدير الباسي ديال لي غران زوكازيون بحال دابا بحال العريسات اكزاكتومون يصلح بوغ العروسه وي الدوره ديال العشاء ولا بوغ يعني مانيفيك حتى نضم عجبتني ديك مارينا هذيك لا سيناتور الاخر اللي دارتها ديال اللور عجبتني الا شفنا هذيك المضمه بعدا ديجا المضمه
كانوا ديال شحال هادي يا سميرة عقلتي وفي الظهر ديال ما هي مجدول ما هي مضمه حتى هي مخدومه فات مي لا سيناتور ديال لور عجبتني بزاف في الظهر هذيك بحال كتسد هذاك لي كروشي سي جو تروف لعيب اوكي جو تروف سي بلو جولي عشان الثوب تبارك الله وافي اكزاكتومون دير الثوب دائما وافي باش تكون هذيك لاكوب باش يكون حتى الخريطات تكون لاكوب مخزنيه واو فوالا كيف قلت لك سميره مالك دائما كالاوز لي كولور هذه سي اون دي كولور ولكن شنو الخدمه اللي فيها سميره ما عمرني ما شفت انا هذيك الخدمه بعدا اللي في الجلايل هذيك او لا لا هذه باغ كونتر مخدومه سور ان تيسيو اورغانزا الي تري ديفيسيل لا فيغيتي في الخدمه ولكن انا اوزي صعيب لورغانزا هزلك هذيك الخدمه كامله تري 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 سونسيبل ولكن انا اوزي ترافايي دوسي باش عاود نبدلو كيفاش تهزلك هذاك الشيء كامل تبارك الله زعما راكي عارفه المعلميه بلا بيهم حنا والو تبارك الله اللي مطما الخدمه ديالهم اللي تري تنضمها فيها بحال شي دي شميشات بحال الدراهم شميشه بحال ديال دوك شويه هي البلديه بحال زمانيه ياك و... كانوا زمان بحال هذا الشيء و... الله يعطيك الصحه مالك الله يعطيك الصحه انت ولاتولي ديال كامل والعائله والعائله غنيه ما شاء الله عليها قالت لنا اللبسه اوه الوغ هادي لبسه ديال الدخله العروسه كتصلح في الاماريه درتي لها ديالها علاش درتي لها لا كاب بهذا اللون؟ لا كاب بور كاسي عاود لها راك كيف ما كتعرفي هذا لو بوردو راه تيجي الشريف حتى في البيتزا وتيجي حتى اللي بغات تخرج بها من ورا العرس اكزاكتومون سي شهدنا في شي عرس سميرة اني اعني كيف اسمعي يا جاره انني لا اسمعك الجاره ليست هنا الوغ هنايا كيف تشوفوا سي الميم ترافاي هاد لا كوليكسيون درتيها كلها بلا ميم كلها بلا ميم بلا ميم ريفيرونس اي انا كاسا افيك دو دوغيت كيلكو ماشاء الله مالك فيلالي تبارك الله عليك فريمون جو سو فيير دو توا وفخوره بك ودائما التميز انا فريمون جادور جو لادور تبارك الله ما تغيبيشي علينا بزاف وتحيه للطاقم ديال العلميه كاملين عندك بوحده بوحده ما شاء الله عليهم